أهلا شباب في لعبة جديدة من ألعاب عبدو جيمنج. أول لعبة نلعبها النهاردة دكتور جيمز. نخش واللعبة الجرافيك بتاعها قليل شوية بس حلو. يعني هنختار الشخصية ده ب 500، احنا لسه بادئين معملناش غير 200. هناخد ده بريان، اسمه بريان، ونعمل له عملية. يلا يا شباب تعملوا اشتراك سبسكرايب لايك، ويا رب نوصل الفيديو ده ل 200 20 لايك. اول حاجه نحط له النفس. حط يا جدع النفس، يا جدع حط النفس. يلا اوبا، ماشي حط النفس. امشي بقى نجيب ده. هنشوف قلبه. اوبا، لا دي قوية اوي، لا عنده حاجة. لا نبضات عالية، نبضات قلبه عالية يا شباب. لا هنقيس المفروض لو ما عندش. يا لهوي ده عدد الارقام القياسية 104، ده اعلى حاجة المفروض 40. قول برشاب محتاج عملية. خلص، خلصنا أول مهمة. نيكست، خلصنا. تشوف الدراع شكل الراجل متدغدغ. شكل الراجل متدغدغ يا شباب. اديله ابرة، اديله ابرة. لا ما تعيطش، عند الدكتور عبدو جيمنج محدش يعيط، محدش يعيط عند الدكتور عبدو جيمنج ابدا. الخطيئة الأولى، عاش رجل وامرأة آدم. أوب على العضلات، ده عضلات جامدة أوي. معلش يا أستاذ هنبوظلك شوية بس. نجيب المشرة، يلا كله يقفل عينه. أوف يا جدع، إيه ده يا جدع؟ يلا افتح افتح بس افتح. اوبا قفى الصدر يا حلويات. فتحنا الغشاء، اكسر 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 الدور. هاخد الغشاء، قصدي لفت الصدر. كيف يمكن سحب الأرباح من أولومتريد من دون أي عمولة؟ لإجراء عملية إيداع، اذهب إلى قسم الإيداع واختار الطريقة. لبدء عملية التداول، أحتاج فقط إلى مبلغ 20 دولارات. أختار طريقة ظهور المخطط وأفتح عملية التداول. تؤدي التوقعات الصحيحة إلى ربح تصل نسبته إلى 100%. لسحب المال، اذهب إلى قسم السحب واختار الطريقة. لا يهم أين أنا، في الهند أو نيجيريا أو الفلبين. أسحب المال خلال يوم واحد ومن دون عمولة. قم بالتثبيت الآن. يا حلاوة، خدنا 3 نجوم.
افتح. ايوه اشفط الجراثيم. هنموت هنضيعها. طب في لسه كل حاجة وليها حاجات. ماشي هات الحاجة التانية. اوبا ماشي وخلصت. هحط لكم رابط اللعبه دي لو عجبتكم، هحط لكم رابطها في صندوق الوصف. هنظبط على قلبه شويه ونقطع نعمله قلوب. يا ممرضة ايه الصوت ده يا ممرضة؟ اقفلي دي لو سمحت يا ممرضة. ما فتوش. طب انت مرفوضة، انت مرفوضة يا ممرضة. لو عجبكم الفيديو يا شباب دوس لايك، ولو ما عجبكوش دوس الدوس لايك عشان اعرف احسن برضو، وفي اي خطأ يعني قولولي في الكومنتات عشان اعرف اصلح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.